مهم تكون مسيحي؟ كيف بينقاسوا المسيحية؟ ما نحكم على العالم، الحكم على العالم هيدا خطيئة. إذا عم بفترض أني بملك كل الحقيقة حكماً، علاقتي فيه ما بقى مهمة ولا مكملة. لما بتطلب التوبة أو الرحمة عن موكلك بكتير حالات المحكمة بتتجاوب. كنت مفكرة حالي أني كتير قوية وجبارة، طلعت ضعيفة عاجزة وخاطية. كيف بيتم الشفاء من الخطيئة؟ بدنا نقدر نعترف أنه هي مكون من مكوناتنا ونقدر نتطلع فيها ونواجهها. مسيحي ببينه لما بيكون في اضطهاد. انسحقت واستسلمت وقلت له صليب البشر يلي كنت حملته أنا شيله، وحملني صليبك لأحمله بفرح. قربت منك يا يسوع من وقتها. مهم تكون مسيحي؟ مع الأب رمزي جريج بتشاهدوه على شاشة سات 7 بالأوقات التالية.